تظاهر مئات الأشخاص في مدينة نيويورك ضد ما اعتبروه أعمال عنف ووحشية تمارسها الشرطة الأمريكية في حق أصحاب البشرة السمراء، وذلك في أعقاب مقتل شخصين أسودين مؤخرا على يد رجال الشرطة. أريد أن تتوقف وحشية الشرطة ضد المواطنين من السود واللاتينيين، لأنه في 99% من الحالات رجال الشرطة الموجودة في بيشويك وشرق نيويورك وهارلم وفي كل مكان ترتكب أعمال العنف في حق متحدث الإسبانية والسود. لا يمكن حدوث هذا، لماذا يسيئون لنا؟ المتظاهرون انطلقوا في مسيرة من شارع يونيون سكوير في جنوب مانهاتن إلى مقر الشرطة، بيد أن عددا منهم توجه إلى جسر بروكلين ما أعاق حركة المرور واستدعى تدخل قوات الأمن التي اعتقلت 9 متظاهرين في أعقاب اشتباكات محدودة.